قعطبة في محافظة ضالع اليوم الاثنين الذكرى 22 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح. رئيس فرع الإصلاح في قعطبة محمد صالح با عباد في كلمته رحب بالحاضرين من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والأكاديميين والمفكرين والفلاحين أصحاب المهن والحرف، شاكرا الجميع حضورهم وتفاعلهم، مؤكدا بأن الإصلاح ولد من رحم المعاناة اليمنية إلى قلب الأحداث، وأنه خاض معركته التغييرية بعزم لا يلين وهمم لا تعرف التراجع والتراخي. فيما ألقى القيادي الاشتراكي يحيى أبو طالب كلمة الأحزاب المشترك بالمديرية هنأ خلالها الإصلاح بذكرى التأسيس والشعب اليمني بالعيد الذهبي لثورة 26 سبتمبر، وأشاد بدور الإصلاح في الساحة السياسية والوطنية وبدور الشباب في الثورة السلمية. من حقنا ومن حق كل صاح أن يفرح بهذا اليوم، طالما أنه جزء هو الجزء الأكبر من الشعب اليمني، والشعب اليمني منحه ثقة، والشعب اليمني يلتف حوله. تغمرنا السعادة ونحن نعيش هذه الذكرى ونحتفل بهذه المناسبة، ومع فرحتنا الغامرة نعيش أيضا هم اليمن وهو يخطو هذه الخطوة نحو المستقبل، وندرك حجم التحديات التي تواجه البلاد. والإصلاح ليس بالحزب الذي يغفل عن تحديات وطنه، فهو يعيش مع التحديات ومع هموم الوطن منذ نشأته.